مريتي بواحد التجربه اللي صعبه ديال الطلاق، فشنو تبغي تقولي للسيدات وش كيفاش جاتك هذه التجربه بعدا اللي مريتي؟ هاد التجربة هادي جاتني، يعني هضرت في هذا الموضوع بزاف المرات، نعاود نهضر فيه ماشي مشكل. التجربة هادي يعني اكيد ماشي زوينة وماشي سهلة، لان ما كيكونش الواحد متوقع انه غادي يطلق واحد النهار، ولكن بحكم انني انا اللي اخترت هذا القرار هذا، فكان واحد شوية اسهل بالنسبة لي انني نتقبلها، لان انا عارفة علاش يعني كان خاصني ندير هذه الخطوة هادي. وكنقول لاي مراه دازت من هذه التجربه هذه، كنقول لها الحياه تستمر، الحياه ما كتوقفش على حاجه واحده، الحياه جميله جدا، وخاصك تحاولي تحققي فيها ذاتك وتحققي كاع داكشي اللي كتبغي، تحاولي ديريه تو سامبلومون. شنو الجديد ديالك في هذه الفتره هذه؟ ها شنو الجديد ديالك في هذه الفتره؟ كنحضر مجموعه من الاعمال، عندي غادي تشوفوني ان شاء الله في رمضان، وفي مجموعه من الاعمال اخرى، وعندي اغنيه جديده قريب نطرحها ان شاء الله. يعني غترجعي للعالم ديالي، غترجعي تظهري في العالم غير الساحه الغنائيه؟ اكيد، حيت غبت عليها بزاف وديما تنتعطل باش نخرج اغنيه، وهاد المره هادي يعني بزاف الناس يقولوا لي فين هو الجديد ديالك الغنائي، بغينا نسمعوا صوتك، دونك قريبا. اختاريتي تغنيها باي لهجه؟ غادي نغني بالدارجه، ولكن ما غاديش نستغنى على الستيل ديالي اكيد، غير هو شي حاجه جد مختلفه يعني جديده، يلا عاد تسمعوا شي حاجه بحال هكا.